وفين هي الجمعيه اللي كتقول لك حنايا كنشدوا بالايد ديال الجمعيه؟ لا حتى شي حاجه، ما بقاو لا جمعيات لا والو، ما كاين حتى شي حاجه. وليت ديك البنيه بقيت عدد دوك الناس، داري لي غير 6000 ريال. قلت اللهم هذيك 6000 ريال اش السيمانه، قلت اللهم هذيك 6000 ريال ولا الاخر، يعني حتى النهار غنولد هذيك البنيه طحت في الزنقه. يعني ما قادراش عليهم. واش غتبغي تعطيهم؟ لا ما نقدرش نعطيهم. وقلتي لي كيقولوا لك الناس عطيهم؟ كيقولوا لي الناس عطيهم، كيعيطوا لي وكيقولوا لي عطيهم. انا ما كنتقبلش شي واحد يقول لي عطي بنتك ولا ولدك، ما كنتقبلهاش. مشاهدينا الكرام، متتبعين قناة أشواق عتيفي، مرحبا بكم معنا مرة أخرى من مدينة الدار البيضاء حدايا سعيدة واسم مستعار. اليوم ما قدرتش تخرج بالاسم ديالها الحقيقي خوفا من خوتها الدراري. سعيدة اليوم ضحية، ما عرفتش واش ضحية ولا مسؤولية، كان عندها واحد شوية ديال المسؤولية لأن عندها 4 الوليدات وكل واحد من أب. نعم كل واحد من أب. صراحة أنا تعاطفت معها ولكن في نفس الوقت كنبغي نحملها المسؤولية، ولكن يبقى على الميت خساره كيف كيقولوا، نرجعوا للور ما كاينلاش. حنا دابا خصنا نشوفوا الحل القدام. ياك اختي سعيده مرحبا بك معنا، عاودي لي القصه ديالك بعدا في الاول كيفاش. في الاول تلاقيت مع واحد السيد بقيت معاه حتى حملت منه ولدت معاه الدري دابا عنده. كيفاش حملتي منه؟ شنو نوع العلاقه اللي كان بيناتكم؟ نوع العلاقه تلاقينا انه بالاولى بقى كيقول لي نتزوج بك وهذاك الشيء، طيقته يعني فاش عرفني حامله وداك الشيء صافي، يعني ما بقاش قطع العلاقه بيني وبينه، التليفون وداك الشيء ما بقات شي علاقه بيني وبينه اللي كتجمع، ما بقاش عرفته يعني فين كاين. صافي يعني خرجت من الدار من السبيطار، صافي يعني خرجت من الدار جيت. ملي ولدتي ما جاش عندك ما طلع لك؟ ما جاش عندي ما طلع ليا ما حتى شي حاجه. انا ولدتي ولدت وليين دابا عنده 8 سنين، يعني ما بقيت صافي رجعت للدار ما بقيتش عرفته فين مشى. واش درتي؟ يعني بقيت صافي كنتكافح مع داك الوليد، صافي جيت لهذيك الجمعيه ديال عائشه الشنا، يعني ما قبلونيش. علاش؟ يعني ما قبلونيش. انت ام عزيبه؟ ام عزيبه ما قبلونيش، هذاك الشيء كنضل خدامه معاهم وداكش، يعني عطاوك على الخدمه وانت مريضه وحك البرامي اي حاجه ما قدرتش عليهم. بدون مقابل؟ بدون مقابل. النهار اللي قلت لها انا ما قدرتش على هذا الشيء قالت لي صافي يعني خرجي برا، خرجي للزنقه. قالت لي انا ما قدرتيش على هذا الشيء خرجي للزنقه، يعني ما ستاني ما ندير. يعني شنو من وفين هي الجمعيه اللي كتقول لك حنايا كنشدوا بالايد ديال الجمعيه؟ لا حتى شي حاجه، ما بقاو لا جمعيات لا والو، ما كاين حتى شي حاجه. واخا هذه غندوزوها بجريمه ديال الماء وغادي نقولوا غلطتي والانسان كيغلط. كملي لينا الولد الثاني او البنت الثانيه. البنيه كنت خدامه وعند شي ناس في الدار، يعني ثاني تلاقيت مع داك السيد بقيت اليوم غنتزوج بك وغنستر هذاك الوليد اللي معاك. طيقتي طيقته مع قال لي الدري نقري ونطلع لك فيه، وانا ديك الساعه ودي عزيز حلوه اللسان وندير لك الدار ونقري لك الدري، يعني سحبت هذاك الشيء بصح. صافي بقيت معاه بقيت معاه كيديني لواحد الدار ديال صاحبه بقيت معاه كنخدم، يعني ماشي مريحه ولا شي حاجه، خدامه. خدمي على راسك. خدامه على ولدي ومهلي في ولدي داك الشيء عند الناس. صافي فاش عرفت راسي حامله وليت باغا نريح من عند دوك الناس، يعني ملي كنشاور داخله مع الصبا عندهم كنقول غيجريو عليا ولا شي. عرفوك حامله غيجريو عليك؟ عارفينك غيجريوني؟ عارفيني ما مزوجاش غيجريو عليا. ولا عرفوك حامله اصلا واخا تكوني مزوجه غيقولوا ما تبقاش تقضي لينا الشغل؟ ما غتبقاش تقضي لينا الشغل. السيد من وليت نعيط ليه بشي فحاله، بقيت صابره عند دوك الناس. تا هو خدام؟ تا هو بشي فحالات خدامه عند دوك الناس وصابره واخا حامله. داكشي نقول انا ما نقدرش نريح وانا ولدي صغير، يعني حتى النهار. صبرتي اختي سعيده، ولدتي داك ديك البنيه بقيت عدد دوك الناس، داري لي غير 6000 ريال. قلت اللهم هذيك 6000 ريال اش السيمانه، قلت اللهم هذيك 6000 ريال ولا الاخر، يعني حتى النهار غنولد هذيك البنيه طحت في الزنقه.
ومن اللي عرف وعرفوني عرفتني جارتهم بقات تطيح في الزنقه ويد تمشي عندهم وقالت لهم راه السيده اللي خدامه عندكم داوني السبيطار وداك الشيء واني يعني صافي كرهوني قال لي علاش ما قلتيش لينا كون وقعت لك شي حاجه غتصيفطينا للحبس غديري انتيش قايله لهم راكي حامل لا حتى بغيتي تولدي اه وعلى كرشك ما بيناش لا ما بيناش كرشي انا يعني صافي قالت لي كنت غتصيفطينا للحبس غتخرجي لينا لانك انت غادي تخدمي شي خدمات غيعطوك شي ديطاش ولا شي خدامي ديال ماشي شي وحده اللي تما داكشي اللي قالوا واني انا ما بقيتش نقول بحال هكاك باش ما نخرجش للزنقه ولدي تكرفس عليا ما قدرتش نقول لهم بان انا حامله باش ما يجريوش عليا ولدتي البنيه الثانيه اه ولدت عليها الاولين عاوتي حملتي اه كيفاش حملتي عاوتاني بحال هكا ثاني بحال هادشي اللي وقع ليا فيهم ولكن اختي سعيده واش الاول ثاني ندوزوهم ولكن الثالث ورابع يعني كاين فانيت في السبيطار ديال المخزن كيتعطى فابور كتقولي شي واحد كيجيك بشي هضره وما نتاقش كنت جمع لي هذاك انا كنقول دابا العيالات وما نتاقش راه دابا المراه كتكون مزوجه مع راجل او يا ريت يصدق معاها اه ويني كيجيك في واحد اللحظه كنقول كيما انا تحرمت بالدري من والديا ما نبغيش حتى هاد يعني اللهم يكون هذاك السيد غيجمعهم وفي العود ديال باهم وانت دابا كتظني ان غيجي راجل وكاين شي راجل مغربي غيكون ما والد كاين الرجاله راه سامحين في ولادهم غيجي واحد ما والدش انا ما كنلقاش هما في هذوك الرجاله ما والدش دوك الاولاد وغادي يعترف لك بهم ويهزهم لك ويهز داك الشيء اللي كيقول لي انا راسي وكنفكر فيه انا ما كنلقاهش في هذوك الناس غير اللي واش نصدق دابا شنو فهمتي يعني فهمت شي حتى شي حاجه انا بصراحه بقات فيا هاد البنيه هادي مسكينه اقسم بالله شحال فنيونة تبارك الله ما شاء الله الله يخليها لك شحال عندها دابا عندها 20 يوم اختي صغيره هذه هي اللي بقات فيا انا والله دابا انت اه قلتي لي دابا الجمعيات ولا الناس اش كيقولوا لك لا ما كاينش الجمعيات قاد على ولادك يعني ما قادراش عليهم واش غتبغي تعطيهم لا ما نقدرش نعطيهم وقلتي لي كيقولوا لك الناس عطيهم كيقولوا لي الناس عطيهم كيعيطوا لي وكيقولوا لي عطيهم انا ما كنتقبلش شي واحد يقول لي عطي بنتك ولا ولدك ما كنتقبلهاش يعني كيزيدوا يجرحوني مني كيقول لي عطينا ولدك ولا بنتك علاش لا ما كنقدرش نعطي ولدي والو واخا ولو يكون زعما كاينه هاد تكون شي عائله تهلا فيه كيقول لي كان انت مستعده اليوم تضحي على خويا انا مستعده نضحي عليهم واخا نركبهم وهما حدايا وانا نخدم ونجيب لهم ما نقدرش نعطي ولادي يقطع شي واحد صبعو ويعطيه يشوف راسو باش غيحس ما نقدرش نعطيهم اليوم شنو كطلبي اختي سعيده كنطلب من الناس يساعدوني ويساعدوا ولادي وكنطلب من شي واحد اللي بغى يساعد شي وحده ماشي عيط ليها الهضره خايبه الحوايج خايبين هذا موضوع اخر اللي بغي نقولوا الحوايج خايبين يسمعوا ليك خلينا نوجه نداء الناس واحد الرساله الله يرحم لكم الوالدين راه ما دام الانسان كيخرج في فيديو راه فايته قلتها ماما راه ما جوج ما 10 راه ملي كتخرج وحده في الفيديو وتتقول المشكل ديالو القصه ديالو كما هي وكتضطر ان ماشي كتشوه وانما صافي كتعري على كل شيء داكشي اللي عندها والا راه ما باغاش طريق الحرام ما باغاش طريق ديال الزنا ما باغاش طريق ديال الو تعيطوا ليها هذيك الشيء لا ما باغاهش الا كنتو غتساعدوا مع هاد الانسانه في سبيل الله على وجه هاد الوليدات مرحبا كنتو غادي تفلاو داكشي من الاحسن بلاش لان حتى هي كتضايقوا عليها وكتبرسطوها وكتمرضوها كتزيدوا وهي مسكينه باقا نفيسه اليوم باقا نفيسه باقا ما كملتيش 40 يوم اه انا كنطلب لا كاينين شي جمعيات ديال بصح شي جمعيات حقوقيه ديال بصح تعاونوا معاك على الوريقات ديال الدراري حتى اللي كنأكد عليه وريقات ديال الدراري الحمد لله اليوم كاينه المدونه ديال الاسره كتعطيك انت الحق كأم انك تصايبي لوليداتك الوريقات تعطيهم سميتك وكنيتك الكنيه ديالك وتعطيهم السميه تسميهم خصك توقفي على هذا الشيء ياك انت مستعده نوقف على هذا الشيء ويوقفوا معك المحسنين حيت هاد البلاد صراحه ولات غدا بالمحسنين مؤخرا هادشي اللي وليت كنشوف كنتمنى من المحسنين زعما يحل القلب ديالهم يتعاونوا معك على وجه هاد الصبيه الصغيره تعاونوا معك تصيبي بعد الوريقات الوريقات هادشي ولا كانت شي خدمه حيت اليوم سعيده كتقول لك انا ما نعطيش كبتي ما غنعطيش ولادي رجوها عروض ولكن ما بغاتش لا من جمعيات ولا من الناس كيعيطوا عليها كيقول لها عطينا ونتكفلوا بهم هي ما بغاتش هي بغات تهزهم بسنانها كيف تتقول غتخدم عليهم مستعده تخدم عليهم كنتمنى تكون تعلمتي الدرس ياك اه تعلمت الدرس ما عمرش نعاود الغلط الحمد لله اه تعلمت حنا دابا يعني كيف كيقولوا البكا من وراء الميت خساره ولكن ان شاء الله القادم اجمل ان شاء الله يكون الجديد هذا يكون من هنا لقدام يكون احسن ان شاء الله شكرا كانت معكم مريم فساحي خلف الكاميرا حمزه بوقندل لنا الصوره ولكم التعليق
اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.